يا ساتر يا ليلى، بتجيب ضيوف بس انا وش اكلهم وش اعطيهم؟ الشكل ما فيه الا دومي بس يا ولد، اول مره يجون. يا سلام، الحين انا معزومه عند علي. ها عماد، انت هنا، تعال معايا. ما شاء الله، وين رايحه؟ رايحه عند علي، عزمني. وش العزيمه يا ليلى؟ ما عليك ما عليك، هذا بس علي، ادخل. طيب وش العزيمه، فيها كل شيء؟ فيها مفطح. يا سلام، مفطح. مفطح وغنم. وش غنم، مذبوحة ولا تمشي؟ لا يشوي. انا وش اسوي وش اكلهم الحين؟ يا شيخ ما في الا الدوم. يلا يا ساتر، هذه ما هي طقة ليلى، اكيد احد معاها. وش فيه علي ما يفتح؟ ما ادري، شكلي سمعت صوت، لازم افتح. هلا علي، شخبارك يا ولد؟ عندكم جميل والله. والله عندك مطبخ يا حلو، جميل من داخل الناس، اقسم بالله جوعانين. طيب شو اسوي الحين مع عماد يا ليل؟ كيف حالك يا علي؟ والله بخير الحمد لله، انتم كيفكم؟ والله طيبين الحمد لله. ما شاء الله يا عماد، كيفك؟ انا كنت يعني عاسم ليلى الحالة، وش جابك انت؟ انا لقيته وجبته معي عشان عندهم مفطح. عندكم انتم مفطح؟ طيب ليش جايني؟ لا يا رجل، ما عندنا شيء. هي قالت ان عندك انت مفطح. طيب يا اخوي، انا عازمها على شيء يعني عادي. فيك الخير والبركه يا علي. اي صادقه، فيك الخير والبركه. طيب الله يحييكم، بس ابشر بالعشاء. اي بس وش عشاك ان شاء الله؟ وش تبغون انتم؟ والله تعرف هذا الاجواء برد، نبي شيء دسم. اي لابغى مفطح. يا ليل، انشبتنا في المفطح، يا ليتني ما عزمتها. طيب ان شاء الله. اهم شيء الفلفل السبايسي. ها اي كثره أعوذ بالله. طيب شفت يا عماد، الحين ضبطتك. يلا خلص العشاء، لبي ياخذ حاجة كذا. والله انك ما قصرت يا ليلى، كنت جوعان، كنت بروح اخذ لي شرمه وارجع للبيت. لا ما عليك، انا كفو، ترى مفطح كثير. والله ما فيه الا الاندومي، لو شكله مفطح سبايسي وحلو. والله يا ليلى اني جوعان، قسم بالله انك كفو. شفت، برد عسل مفطح، بس مو يصير بارد. لا كذب، بجيب لنا حار. الحمد لله خلص الاندومي. تخرج لعنا. اي والله يا علاوي، ترى تاخر الاكل. ابشرهم والله بالخير، ابشرهم. هذا ايش جاي فضحنا؟ وشو هذا؟ ما ادري. يلا مشينا. تعالوا قربوا، الله يحييكم الاكل. تعال. هذا وش يا علاوي؟ اندومي الجود من الموجود. تعال حياكم الله. بسم الله. حط له علو، كثر لك. طيب حط لي انا بعد. ابشر كثر. خلاص ملعقة. يا اخوي ايش فيك؟ يا اخوي انت ما حطيت لي كثير. خلاص خذ الصحن. خلاص جد. يا رب حصل في بيت ومكان عشان ابني خيمتي. يلا تعالي يا بنتي. يلا يا ربي، وين ابنيها هنا وهنا؟ وين احط خيمتي؟ والحين تمطر الاجواء ممطره. تعالي يا بنتي، تعالي. انا لازم ابني بيتي هنا في البرحه، لازم. تعالي يا بنتي، يلا خلنا نفتح الخيمه، خلنا نفتحها. يلا بسم الله ببني بيتي هنا. بسم الله، صوت الرعد يجي. يلا بسم الله ببني بيتي. يلا الحمد لله بنيت بيتي قبلها تمطر. تعالي يا بنتي، ادخلي يا بنتي. يلا ما شاء الله يا بنتي. يلا تعالي خلنا نجلس هنا. لا بروح عند صديقاتي. ها هذا مين باني البيت؟ الخيمه عندنا. مين اللي باني البيت؟ الخيمه عندنا. انت مين يا بنتي؟ هذه ايش الخيمه عندنا؟ يلا اطلعي برا. لا تضربين خيمتي. هذا بيتي يا بنتي، بيتي. بلا بيتي ولا خرابيط، هذه كذبية، أنت غنية. يلا برا. يلا أنا فقيرة، ما عندي شيء، بس هذه خيمتي وهذه بنتي. ما عندنا مكان عشان المطار الحين. أبوك يبي يطلعينها ولا أطيرها بالهواء الحين؟ لا يا بنتي، خلي خيمتي، أنا بنام هنا اليوم، تكفين. أقول تراك شغلتينا، يلا برا على بيتنا. طب تعالي شوفي الخيمة من جوا. طيب بشوف، ما عجبتنا بطلعك وانتي بنتك ذي
معفنة وعجبتنا خليكي يومين. يلا يلا شوفيها يا بنتي شوفيها. يلا يلا بشوفها. ما شاء الله حلوة، أنا باخذها وطردها برا البيت. وش رأيك يا بنتي في الخيمة حلوة؟ لا لا مو حلوة، هذه خيمتنا أنت سرقتها وهذه لأخت أختي. ما بأختك سلامات، هذه يا بنتي بنتي. أنت جالسة تضحك على راسي، هذه أختي الصغيرة، هذه أم ماما جابتها مو أنت جبتيها. أقولها تعالي يا بنتي تجي. يلا تعالي يا بنتي يلا شوفين جت بنتي. إيه ما شاء الله، يلا يلا برا بيتنا، يلا ما تجلسين عند بيتنا، يلا يلا برا. بس يا بس أنا بأخذ خالي وخري وخري بأخذ خالي. لا تخبيني ما ضربت بس وخري. وش سميني أنت؟ هذه خيمتنا. وش المشكلة؟ بتاخذ خيمتي بتاخذ بنتي. ايش فيك يا ليلى؟ هذه ايش تبي المرأة الفقيرة؟ هذه مو بيتنا. لا يا ليلى عيب عليك، تعالي تعالي الله يحييك، هذه ضيفتنا يا ليلى. طب انا ما بيها، انا ما بيها، بيها تروح عند انا. الله يجزاك خير، انا بس بجلس يوم بعدين اروح عشان الامطار. الله يحييك، البيت بيتك. امشي 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 يا ليلى. الله يجزاك خير، والله انا اخوها فاعل خير. تعالي يا بنتي. يا ماما يا ماما بروح انا لا 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 تتركيني، أنا تعبان أتعبان. لا لا يا ماما شوفي هذه المرقة لا حد يعطيها، تلقى واحد بس أزرق وطيب. وش الورقة هذه يا بنتي؟ هذا جاء واحد عطي إيه هذه الورقة وأنا بروح مع صديقاتي باي بالشارع. لا 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 يا بابا تعالي تعالي. وش تبين وش تبين غثتيني؟ أنا ما أعرف أقرأ يا بنتي. تقرين ولا ما تقرين؟ أبروح العمال شغل. وين تروحين؟ تعالي تعالي الحين أنا وديك. وين وين توديني؟ أجلسي هنا وخلاص. وص ليش ليش أجلس هنا؟ أجلسي أجلسي مكسورة. أجلسي وخلاص. أجلسي إيه خلاص جلستي. طب وين وين بتروحين يا بنتي؟ يوب بروح ألعب. أنت ما تفهمين؟ لا تقولين لأمك كذا عيب، تكلميني باحترام. لا عادي كل البنات كذا. لا لا غلط كذا، هذا حرام. خلاص أنا مليت مليت بروح ألعب. بنتي وينها وين راحت؟ هذه مين؟ بسم الله السلام عليكم. وعليكم السلام. مالي يا بنتي طلعت وعطتني الورقة هذه، مدري مين مدري وش الورقة هذه. أوب 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 أوب. وش فيها وش فيها يا ولد؟ انا ما اعرف اقرا ولا اكتب. اوه بابا هذا من معطيك اياها. بنتي بنتي الله يخليها لي. لا لا بس تعالي تعالي معنا البيت تعالي. وش فيه وش فيه عسى ما شر؟ لا لا يا خاله وش انت، تعالي تعالي معنا البيت بعدين اعلمك شو السالفه. يلا يلا ان شاء الله. وين راحت بنتك؟ والله راحت تلعب. وين راحت تلعب طيب؟ والله ما ادري، قالت انها بتروح مع صديقاتها. تروح مع صديقاتها وتترك امها. وش مكتوب في الورقه يا ولادي؟ ما هو شيء ما هو شيء يا خاله بس امشي. ما راح امشي معك لين تعلمني. ما فيها شيء يا خاله بس امشي. ما راح امشي لين تقول لي. يا خاله بنتك كاتبه اذا لقيتي امي حطوها بدار المسنين. وشو؟ والله يا خاله مو هذا. لا لا مو معقوله مو هذا، لا مستحيل. لا بروح اشوف بنتي بروح اشوفها ودني اياها يلا بسرعه. اصلا انا لقيتك هنا وباخذك معي للبيت. ماني رايحه ماني رايحه ابي بنتي. بنتك تركتك. لا لا بنتي ممكنها صغيرة ما تعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا شو أسوي الحين؟ أمشي معي وخلاص. طيب طيب بمشي معك وبشرب لي موية. إيه الله يحييك الله يحييك. هلا هلا. أمي وينها؟ أمي كانت هنا، وينها وينها يا ربي؟ الله يعطيك العافية يا ولدي. رح رح دور بنتي. خلاص خلاص الحين بروح أدوري، إذا لقيتها بجيبها لك. بس لا تقول لها شيء، ترى أنا أحب بنتي. إيه يا خالة أبشري أبشري. السلام عليكم، شفت أمي؟ مين أمك؟ كنا جالسة هنا. هنا جالسة أمك؟ إيه جالسة هنا. أنت اللي معطاها أمك الورقة؟ إيه. ليه تسوين في أمك كذا؟ ترى حرام عليك. أمي أمي. خلاص خلاص تعالي بوديك لأمك الله يهديك. شوفي عماد اليوم توديني الملاهي. وش ملاهية يا ليلى؟ أنا عندي اختبارات وماني فاضي. تبي توديني غصبا عنك ولا والله لا زعل عليك. طيب أي ملاهي؟ ملاهي حقت أبلعب فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إيش رأيك تخلينها بعد المغرب لين أذاكر وخلص بعدين نروح نلعب. الحين يعني الحين بعد المغرب؟ بعد المغرب لولو تصحى وتلعب وتطردنا. لا ما هي طاردتك، تبي تلعب معك وتستانس إنك جيتي. أنا أقولك تبي تمشي ولا لا؟
يلا يلا اجل مشينا يلا يلا امشي يا اختي تراك شغلتيني كل يوم تبين ملاهي هذه الملاهي روح العب يلا ابى العب الحين واستانس طيب العب العب انا ما قلت لا يلا العبي ما تزعجني وشو اللي ازعجك انا جايبك هنا عشان تلعبين ونروح البيت يلا العب بسرعه لا ما تقول علي اختبار تشغلني ما راح اشغلك العب العب عشان اروح اذاكر انتبهي لا تطيحين انا عارف العب ما نفسك ايه انا عارف بس العب شوي شوي ابغى اغير من هنا العب هنا يلا يا ليلى انا بروح اذاكر شيء واجي كيفك بكيفك انتبهي تقفزين عشان ما تطيحين وبعدين يوجعك رجلك ولا يدك طيب ابغمز من هذه بشوف انا قويه ولا مو قويه الحين ابغمز من هذه واحد اثنين ثلاثه اوه يا رجلي رجلي فيك فيك ليلى وش فيك انا طلعت من هنا شكلها انكسرت قايل لك ليلى لا تلطين لا تلطين يا الله شلح الحين خلاص خليك مالك الحين تخف ايه بس اخوي ابي اكل يا قوم روحي بس يلا فطيرة وعصير بس والله يا ليلى ما عندنا فلوس لكن عندي لك فكرة وش يا علي حتى ديدي جوعان تبي فطيرة وعصير بس ليلى وش رايك نروح نبيع المناديل هذه على جيراننا بس يا علي ما يشرون انت خلينا نجرب طيب طيب وش يقولون كم البيعة نبيعها بريالين 3 ريال انا كذا يا علي لابي الاخسر اهم شي نجيب فطيرة وعصير طيب يا علي عطني المناديل بروح ابيعهم انتبهي طيب يا علي كيف تفتحهم يلا بفتحهم بعطيك اثنين طيب الواحد بريال لا يا ليلى بريالين عطني اثنين انا ابيعها باربعه يلا يلا خذ اثنين ايوه انا اقوى منكم يا ليل من اللي طق الباب بالحين ماني فضيلك نعم انا بايعه المناديل وش تبي ذي اللي تبيع مناديل يا ريل ها وش تبين؟ انا بيع مناديل طيب انا داري المناديل بكم الواحد؟ بريالين كيف يعني كلهم باربعة نشر من البقالي ما يجي الا ريال؟ ايه بس اخوي ابي اكل يا قول روحي بس يلا اه لا تسفني يلا بس بروح اكمل لعبي اختي ليلى تاخرت الله يستر يا عمي ضربني وضربني مين يضربك؟ مين تعالي مين واحد كبير الحين اوريك فيه لا ما علي ما ابي مشان قلت لك بس طيب ضربت اي بس البيع على الجيران هذولي انا وش سويت ببياعة المناديل والله لازم اروح اعتذر خلاص اسمع روح نبيعهم مكان ثاني خلاص معليش انا اسف اني دفيت اختك وانا بشتري المناديل ذولي كلهم هذول يا علي اي ليلى بس جاي اني اعتذر خلاص انا بعتذر واشتري المناديل كلها كم تسويهم؟ المبلغ اللي تبونه خلاص والله نشرين تم يلا شفتي يا ليلى كان يوم جيتي شكله كان معصب بس الحين شوفي كيف طيب اي والله تعالي صادق اكيد ما جايب اغراض ما جابتي انا وثي واو هذا في شرط ايوه في شرط واو في شرط احبه الله يعيني وقت على الاختبارات والله اني شايل هم الاختبارات ها وين الفشار من اللي اخذه هذا وش فيه صارخ في المطبخ يا علي وين اغراض وين الفشار بالعه يا اخوي وش اي فشار انا اتغدى ما اكل فشار اجل مين اللي ماخذ الهواء ما ادري والله رح اسال ليلى يمكن ما اخذته يا اخوي ليلى ما جت من المدرسه تضحك علي انت يا اخوي والله ما اخذته اقول لك والله ما اخذته يا اخوي انا اقول لك ليلى ما جت من المدرسه انت تفهم يا اخوي انا قبل شوي شفت زولها تركض وين راحت له طيب والله ما ادري يا عماد راح ادورها احلى قشطه بس يلا عشان ما حد يكشفنا وين اروح ادور ليلى اللهم لك الحمد والشكر يا دورت ليلى بالحوش كله ما لقيتها ها هاي شو تسوي لا هاي مين صوت عماد خليه
تعال تعال يا ديدي، من فاتح شنطة الجيب؟ مشينا مشينا. ايه اجل انت الحرامية ها، من يوم ادور في شاري جيبي جيبي.